فيكي ايه من فيفي الجميلة؟ الحقيقة حنان سليمان فيها ايه من أنا فيفي؟ عندي في من فيفي كتير، عندي من فيفي كتير. يعني حبي للبنات ده يعني ده مدفون جوايا بقاله عمر. يعني أنا أدعي إن أنا بسيطة، أو بلاش أنا لا لا بسيطة، انتي أنا مش بسيطة بسيطة، جدا. أنا لا 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 بحب بسيطة، البساطة، أنا بحب وشخصية البساطة بسيطة، وأحب أكون بسيطة. محبة للحياة. مش باخد بالي، مش واخدة بالي إذا كنت محبة للحياة ولا مش محبة للحياة، بس أنا بحب أنبسط وأحب أرتاح، يعني أحب الدنيا تبقى، وأحب اللي حواليا يبقوا مرتاحين. بيفرق معايا أوي، يعني أنا لو اللي حواليا مش مرتاحين أنا مش بعرف أرتاح، يعني بتبقى الراحة منقوصة، حتى ما بيبقالهاش طعم، يعني بتبقي مش مرتاحة. صح، الكلام اللي أنا بقوله ده كبير أوي، شكله كلام حقيقي إن أنا جدا. كويسة، بس لا أنا مش كويسة، لا أنا بس عادية. انت بتقولي كلام حلو، اصل انت حتى حواليكي ناس انت تبقي مبسوطه فتبسطي اللي حواليكي واللي حواليكي مبسوطين، يبقوا دي مبسوطين، ده بيدي جود انرجي، بيدي طاقه حلوه لكل ولأن حاجه. من حقنا ننبسط صح. يا ناس، احنا من حقنا، احنا مش عايشين عشان نتنكد نتضايق. ونتضايق انت حطيتي ونتوجع. ايدك على حاجه مهمه جدا، دايما كانت بستغربها قوي، يقولوا لك مثلا الست المصريه ست قويه ده وبتقف في حقيقي، ده المواقف حقيقي، وبتستحمل وحمولة ده وي حقيقي، وي 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 وي، بس على فكرة الست دي من حقها ان هي تتبسط وتتدلع، والراجل يخلي باله منها ويحبها ويحن عليها. ليه على طول عايزيننا نبقى رف وطف وجمدي؟ حلو يعني، حلو ان تبقى الست بتعرف اما تحط في ظرف تعرف تواجه الظرف اللي هي فيه، بس الست ما اتخلقتش عشان كده، ده عشان بيبقى تحمل، ضد، بس عشان تقعد تتحمل حاجات وتبقى وتعمل التحمل لما بيجيب نتيجة هي بتسعد، جدا لأنه جدا. هو غالبا كل النتائج من عمل المرأة، كل كل النتائج النتائج من صح، عمل المرأة، هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي اللي بتحن وهي اللي بتطبطب وهي اللي بتصد وهي اللي بتحمي وهي بتعمل كل حاجة يعني. ودي حاجة ممتعة، وربنا خلقنا كده. خلقها كده وخلق الام. انا بتكلم بقى ما بيطلب منها حاجات تانية، لازم تعمل ولازم تعمل، اوكي هتعمله بس برضو تبقى حلو هو يعني. بس الشكليات هي اللي بتبقى بايخة، بس يعني ماما ما ينصحش تعملي كده، مش سنك، مش بتاع، مش كده، ليه عشان دي يعني؟ ليه بيقعد؟ تابوهات اتربينا عليها وبس يعني. ليه الست عندنا في مصر بعد ما توصل لمرحلة عمرية معينة مطلوب منها ان هي تنكمش بقى تنكمش وتتوارى، تتوارى. وتدفن نفسها، لا ومش من حقها ولا تحب ولا تتجوز ولا ترقص ولا تغني ولا لا لا تفرح؟ لا 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 ليه؟ لا، عادي من حقها، بس هو اما هياخد بيشوفوا ده، وقت، اما هياخد بيشوفوا ده وقت عشان بيتخضوا وبيستغربوا. اتربينا كده، يعني مفاهيم مجتمعنا كانت ما كده، هي دي المفاهيم عندنا. خلي بالك الست مش من بعيد قوي خرجت للحياة، ودلوقتي هي بتتصدر المشهد، طبعا هي يعني مع احترامي لكل الشباب الحلوين الرجاله اللي الحلوين. انا بحبهم، من اول ابني يعني حبيبي، الست دلوقتي بقت متصدره المشهد، فقدام شويه هيبقى ده تمام طبيعي عادي. ابنك قال لك ايه على فيفي؟ لاول مره ابني ينبسط مني. اقولك حتى على في حاجه، انا ما بنبسطش مني الأدوار اللي بتعمليها في اي حاجه، ما بقدرش، لما بتفرج بتضايق، ليه؟ بتضايق لان انا بشوف العيوب والحاجات. انا ليه عملت كده؟ انا ليه قلت كده؟ ليه كده؟ ليه؟ طب ليه عملت طول الوقت عندي؟ بتنتقدي نفسك. فبتضايق، مش ببقى مبسوطه، بس بنبسط بردود الافعال الحمد لله، يعني انه في بتبقى ردود افعال طيبه بتهديني شوية. يعني الحكاية دي حصلت لي بدري قوي في أيام المال والبنون، وما اتفرجش لغاية النهاردة، ما شفتوش كله. بتهزري؟ والله أول يوم شفته قلت يا ماما مال شكلي عامل كده ليه؟ أنا بمثل كده ليه؟ يا نهار أبيض، حاجات كده. وبعدين قلت لا الحمد لله إن أنا متجوزة وعندي جوز هيصرف عليا ويأكلني ويشربني. خلاص لا. انا كده تمام. ايوه وبعدين فوجئت برد الفعل الكبير ده، ايه ده؟ هو كده؟
فخلاص قررت ان انا مش هتفرج. ساعات افوت وبعدين اقوم متفرجه شويه، انبسط احيانا اقل ما بتضايق. بس اتفرجتي على فيفي واتبسطتي من نفسي؟ اه لا مش كتير. لا حتى لا. فيفي عشان انا شفت مشاكلي، بس اللي ما حدش هيعرفها غيرك، أنا انت الوحيده اللي بتعرفيها. كل مشاكل وكتير قوي، انا شوفها كتير قوي الحقيقه يعني. وبعدين انا مش بستظرفني بالعكس، ده انت كنتي حاله بقولك عبرتي عن ستات كتير جدا وعن مرحلة عمرية حلوة قوي، والأم المصرية اللي ربت وخلت بالها من ولادها وكبرت، والنهاردة هي كمان ولسه على فكرة ولسه متحكمة وعايزة تحط ده هنا وعايزة تعمل ده هنا، وهي دي الأم. ده اللي حماني في فيفي، الباك جراوند ده اللي حماني، اللي هو الإحساس اللي جوه، اللي يعني هي مش لطيفة وبسيطة وكده من فراغ أو عشان هي خفيفة كده، لا هي عندها مفهوم عن الحياة وعندها وجهة نظر في الحياة، وست عاشت الحياة وشافتها واستنتجت كده، فقررت إنها تعيش بالطريقة دي. فده اللي كان حميني، إن هي في خلفية عند فيفي، يمكن ده اللي ساعد، اللي خلى الناس تحب فيفي. هو ما كانش باين، هو ده الوجه ده من الشخصية ما كانش باين، بس هو أنا بشتغل منه من وراء يعني، جاية منه، هو ده تاريخ الشخصية. أنا جاية منه. حنان سليمان دايما مع أي شخصية بتحاولي دايما تخلقي لها التاريخ بتاعها والطباع بتاعتها والهيستري عشان تقدري عشان تطلعي على الشاشة، عشان أقدر أشتغل يعني. مش دايما بيبقى ده موجود، بس أنا بعمل ده علشان أنا أساعد نفسي عشان أعرف أشتغل، وإلا هيبقى ملوش طعم.